ما رأيك في الشيخ ذاكر نايك؟ الشيخ ذاكر نايك لم أسمع له كثيرا، لكني سمعت له مواقف، وقفت على اليوتيوب، وكان في دعوتي إلى الإسلام ويناقش الملحدين ويناقش السيخ والهندوس والنصارى واليهود، وكان يتكلم بطلاقة واستحضار للآيات، ويتكلم بحرق ودفاع عن الإسلام، وذكر أشياء حتى في السنة والبدعة في بعض المواطن أنه ينكر ويحارب البدع، فلما علمنا عنه إلا خيرا. الآن عنده أخطاء ما عندوش أخطاء، هذا يتكلم عن الإسلام العام. هو قال لك أنا ابن عثيمين ولا بدخل في مسائل فقهية تفصيلية ولا في أصول فقه ولا في علم الحديث ولا التفسير؟ هذا يدافع عن الإسلام العام ويدخل الناس من الكفر إلى الإيمان، فجزاه الله خيرا ونفع الله به. فبالتالي إذا وجد شغلات وما شابه فهي تطوى وينصح بوسيلة أو أخرى، بحيث أنها لا تستغل لإضعاف مكانته في نفوس من دخلوا في الإسلام حديثا، فيستخدمه أعداء الدين لإرجاعهم إلى الكفر. فبالتالي جزاه الله خيرا ونفع الله به، ونسأل الله أن يتقبلنا وأن يتقبله.